لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بث مباشر لمباراة المغرب وغانا في أمم أفريقيا 2021. تنطلق مباراة المغرب وغانا اليوم الاثنين في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع على شبكة قنوات بين سبورت. يقود المنتخب المغربي البوسني وحيد خليلوزيتش الذي تتوجه إليه الأنظار انتظارا لما سيحدث في الكان، بعدما استبعد حكيم زياش نجم تشيلسي ونصير مزراوي ظهير أياكس لأسباب انضباطية. لذا سيكون هناك تحفز من الجماهير والإعلام المغربي حال عدم تقديم بداية جيدة تليق بإمكانات أسود الأطلس. وتحتوي تشكيلة أسود الأطلس على عدد من النجوم، على رأسهم أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان، يوسف النصيري وياسين بونو ومنير الحدادي ثلاثي أشبيلي الأسباني، ونجوم أخرى قادرة على قيادة أسود لبداية منتظرة ومرتقبة من قبل الجماهير المغربية. في المقابل يدخل المنتخب الغاني لقاء اليوم راغبا في استعادة أمجاده، خاصة أنه بعيد عن التتويج القاري منذ فترات بعيدة. يقوده فنيا المدرب الصربي ميلوفان راجوفيتش الذي يتولى مهمة النجوم السوداء للمرة الثانية، الأولى وصل من خلالها بالغانيين إلى دور الثمانية بكأس العالم 2010 الذي أقيم بجنوب أفريقيا. وتعد تشكيلة غانا مليئة بالنجوم، على رأسهم جوردان آيو مهاجم كريستال بالاس، توماس بارتيس لاعب أرسنال، دانييل إماراتي لاعب ليستر سيتي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.